شايف مهم، عنده شهادة مهمة جدا، هو صحافي وإعلامي كبير ومعروف وعنده علاقاته وعنده مصادره، ويمكن يعطينا إضافة كبيرة في هذه الحلقة، مش يقدم شهادته بكل شجاعة وبكل جرأة، شهادة للتاريخ للواقع، ربما تضيف برشا للتحقيق وتضيف حتى المعلوماتكم. مش استقبلوا مع بعضنا الصحفي عمار النميري. على أحمد الرويسي، سي عمار النميري يعرف أحمد الرويسي قبل ما أحمد الرويسي تتلبس له تهمة الإرهابي ويولي إرهابي ويولي متطرف. أحمد الرويسي كان عراف، كيفاش تعرفت عليه السيد ديني؟ هو توا نذكره بأنه من أخطر المطلوبين للأمن وللعدالة، يسمى بصندوق الأسود للإرهاب، هما لقب إعلاميين وحتى أمنيين بأنه هو صندوق الأسود للإرهاب. وأنا في الإطار هذايا نتسائل الشخص هذا، هو فعلا صندوق، هو صندوق فعلا، هو 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 يمتاز بشيء من الغموض في شخصيته، في شخصيته. هو انا ساوى قلت لك نرجع معك، بس عرفت عليه وانا في نفس الفتره، نفس الفتره تعرفت عليه انا في تقريب في على جهة مجال تونس، عودته في اواخر التسعينات بعد سنه 2000 تقريبا، جاء وقتها لتونس وجاء على اساس انه هو يقرأ الكف، أنه عراف يقرأ الكف عرف. وقرأ كف يقرأ الكف وحل مكتب في باب سويقة، وهو هو وسيم بوكوس. هو وسيم ويربط شعره، فهمت؟ عامل بعبوس، عامل ديل، فهمت؟ عامل لحية هكا، لحية ماهيش طويلة برشا، خفيفة يابانية وطويلة يابانية بالضبط، لحية طويلة ما هنا هكا طويلة مذبة شوية. أهلا وسهلا. هذا السيد هذا مش كيما، ماهيش مذببة لحية، لا ماهيش كيف لحية الشيخ خميس المجري، لا لا لا. جاء لشروق يسأل على زميل، يسأل على واحد غادي، على صحافي، يسأل على صحافي، والصحافي وقتها بالصدفة غادر، هو المؤسسة وقتها، هو جاي يسأل على ناجي الزايري. أي على سي ناجي الزايري، هو رئيس تحرير المزايك تو، جاي يسأل عليه على أساس أنه باش يتعامل مع المؤسسة، مع الجريدة في الإشهار، في الإشهار. فكلموني جماعة، قالوا السيد روح واحد اشهار العراف، اشهار العراف هو كعراف، عراف عراف يقرا الكف، يقرا فقط الكف اختصاص، يقرا الكف عراف، وعنده زباين من خاصة انا نذكر مشيت المكتب من بعد، مشيت في المكتب نحكيك المعرف، اول لقاء بي كان في مدخل جريدة شروق، مدخل دار الانوار، اول لقاء، اول لقاء، اول مرة نشوفه في احمد الرويسي، شفت سي العراف وقتها احمد الرويسي، احمد الرويسي سالته العملية، وليتوا اصحاب، ولينا ولا يتعاملوا معايا، الى ان استدعاني يوم الى وين يسكن هو، في سيدي بوسعيد، في سيدي بوسعيد كان في دار فخمه، ولا كان في دار فخمه، فخمه انا ثم جوز منازل سكن في سيدي بوسعيد، تظهر عليه مظاهر الثراء، هو في هيئته ما تظهرش، في لباسه لباس عادي، ما هو أما عراف الوقت هذاك كان برشا فلوس يصوروا، يصوروا ياسر فلوس، خاصة أنه حرفاء من علياء القوم، حرفاء وحرفاء مش من علياء القوم فقط، حرفاء ما ربما باش نركزوا في اللحظة، خلينا نحكي الأمور متسلسلة، ربما الأمور متسلسلة، على كل مشيت لداره، هو كرازوز من هذا، مشيت لداره الأولى، داره الأولى كان زاد دار الرياض، وكان كارهها وقتها حاسم حكى لي مليون و200، مليون و200 في الوقت هذاك، في الوقت هذاك، فانا عام بذ أبابري في تقريب 2000 2000 2000 2001 تقريب 2001. فتعرفني على زوجته، زوجته هي أجنبية يونانية، لولا يونانية، فوالا يونانية الأصل، وعنده بنية منها، كلهم أصحابه، هاي عنده بنية منها، هاي بيه احكي لنا سي عمار على شخصيته، عراف ذي مازال عراف وقتها، عنده مظاهر تدين، عنده مظاهر انه ماشي، هو كان يتظاهر بالتدين، يتظاهر يدعي، انا في الاول انا بديت نكتشف فيه بعد جلسات فهمتي عديده متتاليه، بديت نكتشف فيه الجانب فهمتي ربما الخفي منه. علاش اكتشفت اللي هو يدعي وكهو يتظاهر وكهو؟ على خاطر ثم تلاحظ انت انه يعني يمشي معك السيد، يقف مثلا كنا مسافرين في طريق، في كرهبتي، في كرهبه، في سياره، نتعداو على جامع نتاع ولي صالح، وقف شعمر، وقف يتلفت، اعوذ بالله والحمد لله، واضح ان هذا تكلف، عراف هو تكلف،
هذا واضح انه السيد يتكلم عراف يتكذب المنجمون ولا صدق كان جاب الدين معناه ديجا هو مرتكب شرك هو خدمه نتاعو شرك كلها شرك وقف امام كذب المنجمون ولا صدق مش ولا صدق وكذب المنجمون ولن يصدقوا لا ولو ما ثماش كلمه ما يصدقوش ابدا يعني تو انت لا 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 مش ولا تو انت عندك عراف مهنه وكيف قدام قبر تظهر بالعباد يتكلف واضح هذا مش معنى العراف هو متحيل هو سيد هذا لا علاقته بالعراف هو متحيل يمشي لنا في الوقت لا علاقته بالعراف انه عنده علاقات كبيره بالطرابلسيه والعائله الحاكمه وحتى وصل يولي عراف ليلى بن علي شخصيا هو كانت عنده علاقات مريبة كانت ناس يجيوه إضافة إلى أنه فهمت علاقات وهذه مع عائلة القوم كان ثم ناس يجيوه فيهم معناه واضح منهم أنهم فهمتي خطيرين كان مجموعات يجيوه شباب مفتولي العضلات شيء كبير أنه قلت لي معه حاجة خطيرة جدا أنه قلت لي معنا قلت لي معنا تحايل عليه في مبلغ فلوس كبير اسمه تحايل عليه عن طريق هذا عصابة ثلاثة من يجب لكن صحيح علاقاته بالعائلة الحاكمة صحيح علاقاته بالحاكمة أنا كنت حاضر بعض الحاجم هذا نجيه سيارة وهزته وكان يمشي الليلة بن علي سيارة خاصة تهزوا الليلة بن علي كان يمشي الليلة بن علي تقريبا مرة في الشهر كان يقرأ الكفي وحاشيتها هي وحاشيتها ربما تتسلى كان يعطيك معلومات تتسلى نعم كانش يحكي لي وكان يتبجح بهذا في المقال يقول اني العرفت علي لشخصي اني مشيت للقصر اني مشيت كان يتبجح هذا لبعض اصدقاء وبعض دوائر نتاعو خاصه غريبه اي مشى وكتجي سياره خاصه ويمشي الليلة ربما كانت تتسلى ليلى بن علي كانت تتسلى بعرافته تتسلى ربما بحديثه لا كان تمم وربما كان تمم عندك تعقيب حاشيت تعرف حاشيتي وحاشيتها خلي شاركنا عندك هو من أول ناس قلنا كونه أحمد رويسي هذا كان عنده علاقة معناها بليلى طرابلسي وكان عراف للعديد والعديد من نساء الوزراء برشا وبعض الوزراء ونساء طرابلسي والعائله الطرابلسيه انا اللي ضافه مش بنعطي هذير خاطر اذا ليلى بن علي معناها احمد درويسي تشد برشا مرات وهو يبيع في الزطله زاد ويدخلوا سيبوه ويمشي للجرجاني ويمشي للجرجاني وتجي مكالمات ويجيب الحسن الطرابلسي ويخرجوا من الجرجاني وهو معناها بحاله ايقاف وهذا ثم شكون تو في الشرطه العدليه مازال يشهد بالكلام هذا بربي نحب نسألكم كيفاش واحد بالبوم ماهيش غريبة هي لما حالة أما كيفاش يتحول من الماضي هذايا وينجم يكون إرهابي بوم كلمة إرهابي بين ظفرين ينجم يكون متشدد ديني معناتها حقيقي وإلا ينجم يكون عنصر مخابراتي وإلا ينجم يكون مجند وإلا ينجم يكون مدفوع الأجر كل شيء وارد أنا سمعت قبيلة المتحدث باسم وزارة الداخلية زميلي سابق سي محمد علي العروي يقول قريب يقول العصفور في يد من زواء أي قال بالطريقة هذه يعني هو ما قالش كلمة هذه ما حقيقي العصفور في يد من زواء واضح يعني وين تشدر خاطره هو عنده مظهر سلفي فهمت وتشدر خاطره هو تخلف الأوساط السلفية ولا سلفيين كل معناها ولا اليوم ولا من أخطر العناصر السلفية ولا هو من أخطر العناصر السلفية أنت حسب رأيك شنو أنا 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 ديما نقول اللي هذايا ونعرفوه زي مقبل جل العرافة على فكرة ويسامحوني جل العرافة راهم يتعاملوا مع المخابرات جل العرافة يتعاملوا مع المخابرات هذه ما ننكروش وهو نفس الشيء الأكيد أنه كان يتعامل مع المخابرات وكان حتى ثم مخابرات في بلدان أجنبية يتعامل معهم ويجيب الأسرار ويهز الأسرار ويبيع ويعمل بشي نجم يسكن بمليون ومئتين وبمليون أربعمية وبمليون ونص وغيره فهالعنصر هذا بعد الثورة خرج من الحبس هرب من الحبس المرناقية وربما في الحبس ربما احتكاكه بالسلفيين وبال لا 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 نجم يكون هذا يؤثر ولا يؤثر فيه هالنوع هذايا يؤثر ولا يؤثر فيه ويؤثر لأنه عنده ماكينة وراه باش نجم تأثر في الشباب السلفي يعني أنت تشوف وأنا مع بلال شواشي في 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 بلاتو من لي بلاتو قعدت معناها نبربش فيه شوية لقيتهم اللي هما بيدهم معناها مشاو هما تبعوه مش هو اللي تبعهم وهما جدت عليهم اللي هو تاب
واصلح وقتها. وهذا انا شلوم على المشايخ بتاع السلفيه، نقول لهم ثم برشا دخلاء على التيار السلفي اللي انا الى حد الان ينجم يكون نقول اللي انصار الشريعه ما حقهمش تم تصنيفهم ك انت امني وتقول اي انا نقول هكا كمنظمه ارهابيه وضد هذا. لكن كان عليهم ان يثبتوا في الناس اللي دخلت لهم وعملوا ويعملوا غربات. لا لا مش انتم، لا لا يعني انت تولمت المشايخ، نحن ماناش تنظيم، انا حندور نتكلم باسمكم على الاقل، حتى اللي يتكلم باسمكم ولا يتكلم بسلفيه على كل حال. دونك سي سيد هذايا تلمو تخل وتغلغل وعمل الشبكه نتاعو اللي متكونه من بعض السلفيين ومن بعض انصار الشريعه اللي تغروا به ثم انقلب على انقلب معاهم على ابو عياض وانقلب على برشا سلفيين وخرج هالتنظيم هذايا اللي قلت عليه قبيله انت المبايعون بالدم. سي عمار لا حبيت هو ثم برشا حاجات ما قلناش احمد درويش، يعني احمد درويش بقينا خرب ما فهمتي ان شاء الله فهمتي لاحقا ثم برشا حقائق اما احمد درويش انا لا اعتبره هو الارهاب. ما عند المخيال الشعبي الارهاب مرتبط بالدين او بالمتطرف بالدينيين المتطرفين دينيا وهذا مش صحيح، هذا غير صحيح. ثم هذايا لا علاقه له بالدين، هذا متأكد هذا منه منافق انا متاكد منه، هذا منافق وماخذ الدين والسبحه ينافق بهم في المجتمع لا اكثر ولا اقل. اليوم هو شنو دوره؟ هو دوره اليوم انا نتصور انه فهمتي هو عنصر مخابراتي ولا عنصر مخابراتي وينجم يكون متعاون مع عنصر مخابراتي او مندس بشكل من الاشكال في المجموعه هذه اذا كان معها فعلا. اما هو انا اعتبره الارهاب مش بيكون الارهاب نجم يكون شو عنصر مخابرات يعني يتعامل مع الداخليه التونسيه تقصد؟ لا 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 مش مع عنصر مخابرات، لا 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 مش مع الداخليه، لا 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 ما ترميوش كلمات، لا 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 شو المقصود؟ شو المقصود؟ لا 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 قبل ان يفضل المجلس اجنبيه بالاساس، قبل ان يفضل المجلس السيد هذا يا استاذ السيد هذا زار برشا بلدان غربيه لانه يلقى الكلام على عواهنه راهو تربى في الغرب وتربى في منظومات استخباراتية بالأساس راهو من اليونان للهند الروم راهو زار عواصم الكل الهند بريطانيا فرنسا راهو زار العواصم الكل سيد هذا.